لا هي مش الفوتو سيشنز طبعا دلوقتي بقت موضة، ولكن لو رجعنا كده قرينا في التاريخ هنلاقي ان الفوتو سيشن دي حاجة قديمة كانت موجودة في مصر، والاول حد كان عملها كان عم اسماعيل النوبي. الحاج اسماعيل. الحاج اسماعيل ده يعني هقول لحضرتك على حاجة، هو الصور يعني في الاول وهلة بتاعت الحاج اسماعيل كموديل في الصور دي، الواحد اول ما يشوف ما ياخدش باله ان هو موجود اساسا، ودي عظمة المصور نفسه اللي هو ماكسيم دوكام. ده يعتبر رائد الصور اللي هي الاحدث او التقنية بتاعتها اكثر جودة عن سابقيه. جاء مصر عام 1849، كان عنده 27 سنة. جاء الاول راح القاهره، وبعدين اخد رحله بقى اللي في الجنوب اللي هي الولع بتاع الفرنسويين كلهم، اللي هو لازم يزور جنوب مصر عشان الاثار بسبب الحمله الفرنسيه وكتاب وصف مصر وما الى ذلك. فهم عندهم ولع اصلا بمصر طبعا. بسبب كتاب وصف اللي قروه عنها طبعا. بالظبط كده. فالرحله النيليه دي استمرت 6 شهور. نعم، هو الكتاب اللي اتنشر فيه الصور بتاعته كان طبع 1855، هو صور 200 صورة. مصر والنوبة أخدوا 120 صورة، وسوريا وفلسطين أخدوا 80 صورة. طب سبب يعني إن عم إسماعيل حاج إسماعيل النوبي هو كان البطل بتاع الصور دي كان إيه؟ بالضبط، وده على فكرة اللي ذكره أصلا ماكسيم، إنه كان شايف يعني الحاج إسماعيل لولاه الصورة ما كانتش هتنجح، يعني ما كانتش هيبقى التقاطها في إبداع وما إلى ذلك. وده شيء مهم إن هو ينسب الفضل لشخص آخر مش ليه هو. لأن فعلا الحاج إسماعيل أخد وضعيات للحركة هي كانت وضعيات أمروا بيها أصلا ماكسيم، فكان ثابت ما تحركش في الوضعيات ديت، لأن ماكسيم عمل فيه حركة كده لطيفة شوية يعني شبه الدعابة برضو. قال له ان لو اتحركت العدسة بتاعت الكاميرا هي دانت مدفع هتطلع رصاص. يا خبر. فتضل واقف ثابت ما اتحركش. كان نوع من انواع التهديد يعني. بس واخد وضع، هو وصفه اصلا لانه صدق، وصفه بالساذج والطيب لانه صدق، لانه كانت حاجه جديده كمان. يعني ما اتحركش، ودي وفعلا من جمال الصوره، لانه هيبقى متسق تماما في الصور ديت مع الاثار نفسها. دي عظمه الصور بتاعت ماكسيم. هل كان بياخد مقابل حاج اسماعيل النوبي ولا يعني؟ لا، هو بس ليه كان بيزعل وامر بحار، او هو كان بيسميه بحار. هو طبعا مراكبي، كان معاه من اول قنا، من اول محافظه قنا لحد ما وصل للنوبه. هو كان يعني اعتمد عليه كل بقى الصور دي خلال رحلته.